الإنسان كيف بتكشف شخصيته؟ وكيف بينفهم مين هو؟ يا ترى من حديثه؟ كيفك ولا؟ شو؟ جايب معك قهوة؟ حلو، خلينا نسلطن لك أنا. من ضحكته؟ صباح الخير يا شباب، أمي عاملة فطاير، تعالوا يلا، لك يلا تعالوا، يلا كلوا، يلا تفضلوا. ولا تصرفاته؟ ما تأخرت ما هيك؟ أكيد أنتوا ما بلشتوا قبلي، كيفك يا حلو؟ طيب، إذا كنا ما منعرف نحن مين منكون، شو بيصير وقتها؟ اسمعوني يا شباب، انتو بتعرفوني اني بحب القواعد والاختصار بالحكي. نحن رح ننتقم من 4 رجال، وائل وهو مفتاح المغامرة، عرفان وسعيد وغضنفر، وغالبا لما نعمل حاسك استاذ مدرسة. اذا بدنا نعمل هذا الشيء لازم نلتزم ببعض القواعد. ما رح نشتغل برات القانون، ما رح يكون في كذب بيناتنا بالمرة، وما حدا فينا بيشتغل بالسر عن التاني أبدا. نحن رح نكشف عن الجرائم اللي عم يعملوها ورح نحاسبهم على أخطائهم. هي هي الطريقة. عرفان أصلا بالمستشفى ومو مبين إمتى رح يطيب ويطلع. إذا طاب هو رح يلاحقنا، بس قبل ما يطيب لازم نقضي على سعيد. اللي بدنا إياه بخزنته، عمليات التعذيب اللي صارت بالماضي محفوظة هنيك، والرقم السري للخزنة. رح أسألك سؤال أستاذ، طيب إذا عملنا هذا الشيء سعيد قديش رح ينسجن؟ أنا عندي الرقم السري للخزنة. وإذا ما في خزنة يعني شو رح نعمل؟ بدنا نفوت على السجن يعني؟ يعني يمكن أنا أوه على مهلك، على مهلك. ما رح نفوت لجوا، رح نطالع الخزنة لبرا. رح يصحى ما هيك غضنفر؟ يا أكيد، هاد عرفان ما بيموت من حادث صغير. في كتير ناس لاحقوا ولليوم ما قدروا يكسروا. استخفوا فيه، مفكرينه وحداني وما في حدا وراه. في جواته لغز كتير كبير لهذا الزلمة. أنا بعرف هذا الشي. بعدين لو تعرفي شو الشي اللي جوات أخونا عرفان، هذا اللي رح يخليه عايش. شو هالشي؟ هالشي بيكون عند سمك القرش. هالحيوان بيشم ريحة الدم، وهو بكل فرصة إله بيكون كأنه صاير له زمان عم يستنى هاللحظة، بس مو الجوع لحاله السبب. عم تفهميني؟ هالشي بطبيعة هالحيوان، هو هيك خلقان، هيك جوعان، وهيك حاقد، وهيك متوحش، وهيك. عرفان؟ أخي؟ شو صاير؟ وضعه مانو منيح اليوم، خايف عليه. الله يكون بعونه. عم قول ناخده على شي مشفى ونجهز له اغراضه. كنان، نحن ما رح ناخده على المشفى. ليش؟ بس يفيق رح يتصل بالزلمة فورا ويحاكي، رح خلي حسين يحكي. شو عم تحكي انت؟ هذا الرجال رح يموت. كنان انا ما فيني غامر. شريف ما فيني بترجاك، لسه نحن بأول الطريق، ما فيني غامر. عم قلك رح جيب دكتور جديد ورح اعمل كل شي بيلزم، بس من هون انا ما رح اسمح له يطلع بالمرة. وين راحت انسانيتك؟ لا تحكي هيك، من أول خسرت حالك. اللي أنا هيك ربيتك؟ ها؟ هيك صرت هلأ؟ بدك تصير شخص تاني؟ حابب تصير مثل أبوك؟ أبداً، أكيد أنا ما رح صير مثله. ضلك متذكر هالكلمة. ليش؟ إجاني خبر اليوم إنه أبوك طلع من السجن.
قلت لك انه هذا الولد عم يجي لهون مشان شيء؟ هذا مو المحامي شريف. يا زلمه شو جابوا لهون؟ بلا ابوه طلع من السجن. والله شغلتنا شغله هالمره. الله يكون بعوننا. لك هذا مو شريف. والله هذا شريف. بلا بلا هيك شو طيب. والله شغلتنا شغله هالمره. شو رجعوا؟ تفضل استاذ. الله يعينه احسن شيء. هذا شريف ما هيك؟ في شيء والله ما بيطمن برا رجعتوا. شكرا نعرف حالنا. شو شريف المحامي؟ شوفي ليكو اجا. مرحبا. اهلين. شو الاخبار شريف؟ حسين تعبان شوي بس اهتميت فيه ما هيك؟ شو بدهم يعملوا؟ شو بدهم يعملوا؟ شريف ما رح يتركوا هيك مزبوط شريف؟ خالصين من هالشغلة؟ جاهزين؟ جاهزين. وسعيد كمان جاهز. سونيا فوتي فوتي. أمور عرفتي لي معلومات عن رقم الهاتف تبع البنت؟ لا سعيد بيك ما له أثر بنوب وكأنه الأرض انشقت وبلعته. حتى أني دورت بالنت إذا موجود مجلة بهالاسم ما في. ما في عن الطفولة والتطور أو الطفولة والمستقبل بنوب. وقفي أنا برد من هون. طيب الو سعيد الحيوان معي. مين انت؟ واحد من رفقاتك القدمة. ماشي شو بدك مني؟ شو بدي منك؟ ولا انا عم خبرك. عن شو؟ حضرتك رح تتعفن بالسجن. البنت يلي اجتك مبارح البنت منا وفينا. دورت بكل غرف السجن، حكت مع كل المساجين، حتى روحك ما حست ولا روحك ما حست. رح نحكي لهم كلياتهم واحد واحد ورح يداهموا هنيك. مداهمة شو؟ أنا ما عملت شيء مخالف. مداهمة شو قلي؟ نحن بنعرف كل وساخاتك. بنعرف. نحن بنعرف كيف عم تعذب الأولاد بالسجن. رح ننشر كل غسيلك الوسخ بالساحة. أنت مين ولا؟ أنت استنى علي استنى. رح أنسيك حليب أمك اللي رضعته. أنا بعرف كيف رح أتعامل معك يا حيوان. أنا فرجيك يا واطي يا حقير. سونيا ألغي كل الاجتماعات اليوم ماني فاضي. بسرعة بسرعة. شفت ما هيك؟ شفت كيف رقدت لعنده؟ شفت؟ مين؟ ليش حتى تعمل هيك؟ ليش؟ لك مين بلال فهمني؟ خلود ولا خلود؟ مبارح لما كانت بالسجن ليش ما اتصلت فيني؟ ليش اتصلت بشريف؟ انت زودتها؟ مو لدرجة انك تتحسس من شريف يا بلال. رح خربط لك واجهتك ولا؟ مين قال لك اني متحسس؟ عم بسأله بس. بعدين انا ليش ما اتصلت فيني؟ لأنه هذا هو غلطك. لما بتروح مشان تحل مشكلة بتفوت بمئة حيط. البنت معها حق ما تتصل فيك. هي بتعرف انه شريف رح يلاقي الحل لهيك اتصلت. وانت عم تفكرك هيك؟ ايه نعم. شريف ما بيعمل مشاكل فهم؟ شريف ما بيعمل مشاكل. انت نسيت انه هو ابن مين بيكون؟ ليش تأخروا هدول؟ هلأ بيجوا بس لحتى يهدوا شوي. شو
انت منيح؟ منيح. مو اخذ على خاطرك ما هيك؟ لانه بحديثنا امبارح قلت لك اني ما عاد احكي معك واني رح دق دائما لبلال. لا ما في مشكله بهذا الشيء، لانك كنتي على حق. لكن نحن رفقات؟ طبعا نحن رفقات. حلو، لكن رح تحكي لي. شو رح احكي؟ عن حياتك، شغلك وحبيبتك. مريت 20 سنة وأنا ما بعرف عنك شي، وحياتك هلأ بتكون مختلفة، يعني أكيد فيك شي تغير. لا ما تغيرت بالمرة. ما تغيرت بالمرة؟ بالمرة. أكيد أنت ما تغيرت؟ يعني ولا هالقد؟ يا كذاب. شو صار بملف التحقيق لهدول الثلاثة؟ لا تأكل هم سيدي، شوي وبجهزوا. يلا استعجلوا يا ابني، شو بتضلوا تعملوا للمساء؟ عم تلعبوا انتو؟ كان لابس قميص ابيض ومفكر انه ما رح لقيت. بقى هذا اللي صار. وكيف لقيتوه بعدين؟ بالصدفة. سيد رؤوف، شو قاعد عم تعمل؟ شوفت عينك. شو صار بدعوة وائل؟ لسه سيدي، ما في شي جديد. طيب أنا ما قلت لك استعجل ولاقي لك شي دليل؟ وإلا رح حول الدعوة لقسم الجنايات. هلأ فهمت، يعني أنت ملاقي شي. لقطت راس الخيط سيدي، وشوي شوي رح أسحب. خليني أعرف كل شي وبعدين. ما رح أترك هالشغلة بسهولة. إيشو يعني؟ يعني سيدي أنت عطيني الإدبارة واستناني، وإذا بدك أعطيها للجناية واستنى كتير. استمر بالتحقيق ولا وقف؟ بتخبرني بقرارك بعدين. وهلا بلال بتروح على السجن ورح راقب الحيوان. بالضبط. سعيد ما رح يقدر يغامر، رح يطالع التسجيلات من هنيك. راقبه لوين بده يروح. اشتغل منيح وشوف فوتاته وطلعاته كمان. ما بدي جنانها. ماشي أخي، أنا ما رح أعمل أي جنان، بس أنت قلي إذا عملنا هالشغلات سعيدي بينحكم كم سنة. ديبو أنت كمان روح على المشفى وراقب عرفان، شوف لك شي طريقة للتواصل لحتى تخبرنا فيها لما يفيق عرفان. إيه ماشي شريك. طيب أنا شو بدي أعمل؟ شو رح تعملي؟ رح تيجي معي، يعني هنيك لازم نلقط صور وأنا ما بفهم بهالشغلات. ها مفكرني بنت صغيرة لتضحك علي؟ مانك صغيرة، بس أنا مجنون، ومشان إذا جنيت بتكوني معي وبتهديني. قال نعيم طلع من السجن. مرحبا. يلا رح نتبقى. اهلا وسهلا اختي نوره. شو هالشغلات؟ والله يا اخي امبارح المساء كنت بجننوا. الله يجيرنا من طلعته. اي والله. ايه اخي من يوم يوم صاحب مشاكل ما زبطت. بس اظن انه ابنه ما بيحب القعده هون، ونعيم كمان لازم يتغير. مع مين عم بحكي؟ هوب شوفي اختي نوره، لا تخلي خلاقي تطلع، انا عم بسالك عن الطاوله. اسمعني خلصها وخلي الشغيل يجيب المساء. ماشي ماشي، يلا يعطيك الله يعافيكي. انا رايح، في عندي شغلة مع موكلي ولازم حلها. اي طبعا، فكرنا شي تاني. وشو معنات هالحكي هاد؟ نحن منركض يمين وشمال، وانت المعلم الكبير بتروح على الاجتماعات. انا مو المعلم الكبير، انا محامي، شو اعمل يعني؟ اترك شغلي؟ اعمل اللي بدك اياه، بس نخلص منتقابل، بس منتقابل هون. نحن ما رح نجي لعندك ابدا، مشان ما نخجلك شريف بيك. بلال انت شو عم تحكي؟ بلال تعال معي شوي. انت شو هي مشكلتك؟ ما في عندي مشاكل. طلع فيني منيح بلال. انا قدامك، اللي أنا غلطت معك بشي؟ عملت غلط ومو حاسس عليه؟ لا أنت مالك ذنب، هاي المواضيع بتوترني وبتخليني أعصب.
وصعب علي أنا كمان. أنا عم عصب كتير وحاسس حالي عم جن. عم قول لحالي بدل ما نتعب حالنا كل هالقد خلينا نروح وننهي هالشغلة. عم بتقول هيك ما؟ بس ما عم تعمل شي. ليش؟ شريف، لأنه أنت شريف، عم تعمل كل شي صح وعم تعمل كل شي حسب الأصول، ما هيك؟ المسا بس تخلصوا بتيجوا لعندي. ليش عم تطلع فيني هيك؟ ما رح نتعشى عنا؟ نصفيحة يا زلمة، أنا ما شفت أوقح منك. وبهاي البساطة تنحل الشغلة مع اللي بتعرفهن منيح، واللي ما بيعرفك شغلته يسمع عنك وبس. أنا فيني أعرف منكم شو اللي عم بصير بهالحارة من وش الصبح؟ ليك اسمعني إسماعيل، ما بقى بدي اسمعكم عم تتلفظوا اسم شريف مع اسم هداك الظالم، فهمتوا؟ شو عم نقول يعني؟ الزلمة طلع من السجن وجاي لهون، ومثل ما بتعرفي إجا نعيم، أكيد ما رح نستهين بجيته يا أختي. وإذا إجا شو بصير يعني؟ شريف كمان رجع فجأة. إيه. ونحن خايفين يزيدوا مشاكلهم بالحارة، والمعلوم دنب الكلب بيضلوا أعوج يا أختي. يا أخي أنتوا رجال وبتعرفوا كيف بيكون الرجال له قيمة. شريف شاب متعلم وصار محامي قد الدنيا وما في مثله، وانتو بدل ما تفرحوا لرجعته وبدل ما تقولوا هي البلدة صار فيها رجال ما في منه، قاعدين هون عم تلعوا سوا مثل النسوان. والله عيب. قال دنب الكلب أعوج قال. وعلى فكرة شريف مو مثل أبوه أبدا، فهم هالشغلة منيح وخود تضرب انت ونجاساتك يا أعوج. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ترى الكل غلطان والكل ما بيعرفوك منيح؟ مريم، هذا لمين؟ نعيم شو عملت هالمرة؟ روحي جيبي لي تلج. شريف خد الجزان، طلع المصاري اللي جواته. خدن يا ابني واصرفون. خدن ولا هدول من القتل؟ انت ابن مين ولا؟ جاوبني. اذا كنت ابني رح تاخد هدول المصاري، واذا ما رح تاخدون رح تطلع على الشارع وتضرب أي واحد بوشك وتاخد مصاري. ما رح أخذهم، وأنا ما رح أضرب حدا. أنا ما رح أكون مثلك، ما رح صير واحد هربان من العدالة. لكن شو رح تصير؟ رح صير منيح، رح صير محامي. بس تكبر صير شو ما بدك، بس لهداك الوقت رح تاكل من مصاري أبوك. يلا خدهم. انت شو بدك منه نعيم؟ ماما اي امي لا تطالع لي اخلاقي اكتر ولا مشان الله لا تعمل هيك. اتركوا لا تعمل هيك. خدهم خدهم ولا اتركهم يا ابني، اتركهم بترجعك. خلص بكفي، اتركهم ولا لا تعمل هيك. تمام،
انتبهوا، امسكوها من تحت منيح. شو هي؟ كأنه في أحجار. لا تهزوا كتير، لا تهزوا كتير. على مهلك، على مهلك. ارفع شوي. يلا وقفوا. يلا قرب. حطوا هون. ارفع معي. يلا 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 فوش. بلال، هالمشاكل عم تزعجك كتير ما هيك؟ يعني أحيانا بيطلع خلقك زيادة. الزلمة عذبك كتير؟ أنت فيك تحكي لي بلال، يعني إذا بدك. ما بدي خلود. هيكي نزلي راسك، نزلي راسك. سعيد جاي. بيكون أخذ الكاسيتات معه؟ بعد شوي رح نعرف. مرحبا أختي. أهلين. بدي أعرف وضع مريض عنكم اسمه عرفان. أنت بتقربه؟ إيه طبعا، هذا بيكون معلمي. ما فيني أعطي معلومات غير لأفراد عيلتي. لا أخي، عرفان مصدر رزقي، أنا وعيلتي عم ناكل لقمتنا من تحت إيديه. ما بقدر ساعدك، لا تواخذني. لا يعني هو رح يطيب ولا لا؟ مشان دبر شغل جديد إذا ما طاب، يعني بركي مات. يا سيد عم قلك ما بقدر. يا سيد شو صار معك؟ رجاء استنى خليني شوف كيف بقدر ساعدك. إن شاء الله في أخبار حلوة شريف بيك؟ إيه نعم، عم استنى خبر تاني بس يوصل بكون منيح. وين وصلنا؟ إذا كان معك حق أنا ما رح أسمح لحدا يظلمك. حكي لي الحقيقة ولا تخبي عني أي شيء. خلينا نشوف الأوراق بالأول. أيوة. تفضل. شوفي إذا مطالع التسجيلات معه. رح شوف هلا. لسه مطالع معه الخزنة الكبيرة. تعي لعند أخوك. تعي تعي تعي. خليكي بالسيارة. شوفي بلا، هل واطي عرفان أنه في حدا وراه؟ بس كيف عرف أنه نحن عم نراقبه؟
أنا متأكدة إنه هون، أكيد هو هون. وين هون خلود؟ خلص نحن ضيعنا للحقيرة. إيه لا تعيط، دقيقة واحدة هدي حالك رح نشوفه. هون بهذا الشارع؟ ما بعرف، وقف دقيقة بلال. ضيعنا للحقير، ضيعنا. ليك هنيك، هاد هو، رجع لورا، رجع لورا. شوي شوي، هاد هو ما هيك؟ ايه تمام، وقف ليكو. عفارم يا بنت. وما كان بدكن يعني لو ماني معك كنت لساتك عم تفتل. شو عم يعمل هذا؟ يا ابني ممكن تساعدوني بتدخيل هالصندوق لجوا؟ ايه ماشي. ليك البيت هون مو بعيد. ما في مشكلة عمي. لا تلمس الأولاد يا حقير، أنا رح فرجيك. أكيد ما رح تنزل هلأ بلال. مو شايف الحقير بده يحمل الأولاد الصندوق؟ ماشي بس هدي. يلا على مهلك. يلا شيل على مهلك. يلا يلا عمو. شو حاطط بها الصندوق؟ شوية كراكيب قديمة يا ابني، الشغلات يلي جمعتهم لحد اليوم، ذكريات، وفيها كمان شغلات بتخص شباب مثلكم. ذكريات. عمو انت استاذ مدرسة؟ يعني شي بيشبه الاستاذ. من هون من هون. يلا شو رح نعمل هلأ؟ هلأ رح تشوفي. انت استنيني بالسيارة، استنيني لا تتحركي. بلال. خلود. ايه بين الرزق؟ ورده الزور درم الموقف. ليش ما اتصلتي ببلال؟ انا ما شفت صندوق اتقل منه بحياتي، شو هالاغراض اللي فيه؟ عن جد كان كتير تقيل. يا شباب اسمعوني منيح، لانه طابق طلعته. ليش عم تسأل؟ أنا طابق ولا؟ الطابق الثاني. رقم البيت؟ رقمه 6. هذا الحقير إذا نادالكن لا تردوا عليه، عم تفهموا؟ بتبعدوا عنه. ليش؟ لا تجاوبني مسطول. ماشي أخي. يلا انصراف. ماشي رايحين. شكرا. بسرعة شوي. معناها عم استنى منكم خبر مشان الخطوات الجاية. انت ارتاح، الأخبار الحلوة عندي. سلام. حبيبي حل أعماله؟ ايه حلن حلن. طيب رح يهتم بحبيبته هلا؟ بعرف اني أهملتك، لو كنتي مكاني ما بتعملي هالشي. ورح تكوني جنبي دائما. أنا عم أظلمك بتصرفاتي دائما، وأنت عم تزعلي مني ما هيك؟ ليش؟ هيك والله، بس تطق براسك بتروح وبعدين بترجع لي. لأنه أنا وعدتك. بيسان، أنا ما فيني حبك مثل ما بدك، بس ما بتركك أبدا، لأنه أنت ما تركتيني بالمرة. يلا المسا رح تكون معي.
ورح تاخدني تعشيني؟ لا المسا ما فيني، رفقاتي جايين لعندي. كنت قلتلك تعالي بس هن رفقات طفولة ما بتعرفيهم. بيصير، خلص انت قابل رفقاتك، انا بستناك. اسمعني منيح، انت كلمتك ماشي بالمشفى ما هيك؟ ايه نعم. ما عاد في رحمة من اليوم ورايح، ما فيني منوب، وحكي هو اللي بيمشي، وما بدي اي حدا يدرى اني فقت. عم تفهم؟ عد لك الحكي. ما حدا رح يدرى انك فقت ابدا. منيح. بقية الدكاترة، الممرضات والمهتمين بالمرضى، عمال النظافة، حتى يلي بالبوفيه، يلي بالبيت، ولا اي حدا. هلأ اروح انشور الخبر بالمشفى وقول للكل عرفان ما فات، قلن رح يموت. روح واقف عندك. انا امتى رح اقدر اوقف على رجلي؟ اذا كل شي صار مثل ما بدنا خلال اسبوع. هنن يومين، شو رح تعمل، شو رح تتصرف؟ خلال يومين لازم وقف على رجلي. روح. ليش هيك قلت له؟ شو في ببالك؟ شو رح تعمل؟ عرفان لا تتعب حالك كتير، ماشي؟ ما لحقت تفيق من الغيبوبة. غضنفر تفضل أخي. روح جيب لي مرتي وولادي اللي عندي. فوتي لجوا، لا تخلي سعيد يشوفك. انت شو عملت بلال؟ مرة تانية لا تعمل هيك شي، ماشي؟ فكرتك رح تطلع لفوق. خفتي كتير؟ ايه طبعا خفت كتير. يعني قلقتي علي؟ لك قلي انا شو رح اعمل فيك؟ شو ما بدك، هي انا قدامك. اني الحمد لله في شريف بينفعنا بالخطط، ما رح توقع بالمشاكل وتفوت على السجن. كل شي حسب القوانين، ما هيك؟ انت بتعرفي منيح، ما هيك يا بنت؟ شو بتقصد بهالحكي؟ لا ما قصد شي، رح اعمل نظرة وارجع. ما عم بيدخلوا حدا وما عم يعطوا معلومات، لفيت المشفى كله لأعرف شي معلومة. وعرفتي شي؟ مع الأسف لسه ما فاق. أخ يا معلمي، لا تزعل، نحن شفنا كتير بهالمشفى، بجوز يفيق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. هلا انا مستقبلي مرتبط بالقصه، اذا اعطيتك رقم تليفوني تتصلي فيني بس يفيق معليش. رح اتصل ولا يهمك. يكتر خيرك. شكرا. شو هذا يا أغا؟ شو هالبيت؟ شي بياخد العقل؟ عن جد بيجنن مثل اللي بنشوفهم بالمسلسلات. لا تبالغوا شباب، والله العظيم كتير حلو. هاي حياة شريف الجديدة حلوة كتير. شو هاي؟ هلأ هاي الرسمة المشهورة؟ أنا لازم أخذ رأي حدا. ديبو
ها ديبو تيررم. ما قلت لكم؟ أنا ما قلت لكم إنه في عنده واحدة من هدول؟ يلا طلعوا لي المصاري وأنت كمان يلا. لاولو إيش ولاولو؟ دائما بتعملوا فيني هيك. ليكي هاي هي العباية ها؟ هن تشارطوا على الطريق، لو بعرف ما كنت شاركتهم. يا ترى في عندك منديل وهالشغلات يعني مثل هدول يلي بيدخنوا سيجار؟ لا تضحك والله بخلقك، مو أنا اللي أخدته، هي بيسان. بيسان أخدته والله، في عشيقات كمان. بيسان مين هاي بيسان؟ اعترف لشوف. ايه خلص يلا بعدين بنحكي. ايه هلأ رح نسمعك انت. والله نحن رح نخدر الزلمة ونفوت على بيته وبعدين بناخد الخزنة ونطالع على برا، فإذا عندك خبرة بهالشغلات تفضل احكي عم نسمعك. معناته هيك رح نعمل. هلأ بيته بالطابق الثاني، يعني صعب الطلعة، ولهيك أنا رح فوت من الباب وهالشغلة سهلة. ونحن شو نعمل؟ أنتوا رح تستنوني قدام الباب لأفتحه، وبعدين ما رح خليكن تفوتوا لحتى أتأكد إنه الزلمة تخدر. وشو قصدك بالتخدير؟ بنجاني؟ لا منحط له حب بإذنه. إيش هو هالحبة يعني؟ نحن جربناها وما زبطت أبدا، غريب. سكوت وحاجة قاطعني. نحن ما رح نقلع عيونه ولا نكسر رأسه، كل شيء له أصول، بس يشم هالغاز رح يغمى عليه وما رح يقدر يرفع راسه عن المخدة لحتى نطلع. وبعدين بنعمل هيك طا 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 مثل الأفلام يعني ما؟ وإذا طلعت لنا شي مشكلة وما قدرنا وقتها نطلع من البيت؟ أنت لسه ما بتعرف مين بلال. تفضل احكي لنا بلال. هلا صحيح انه حبيبك متسرع وبيعصب كتير، بس ما انه غبي لدرجة انه يزت حاله من الطابق التاني بالبناية فوق سيارة مثلا. هيك يعني؟ بس في تعقيب صغير. هلا خلينا نقول انه فتنا، فتحنا الخزنة واخدنا التسجيلات ومن هالحكي وعطيناهن للمحكمة او للشرطة يلي هو. كم سنة رح ينحكم هالزلمة؟ كم سنة رح ينحكم شريف؟ بكفي بقى يا بلال، سألت مرة ومرتين وأنا ساكت، بكفي. ليش نسيت شو حكينا؟ أنتوا ما فكرتوا فيها أبدا؟ ها؟ هالزلمة رح ينحكم سنة سنتين ورح يطلع وأنتوا ما عم تنزعجوا. إيه بس نحن اتفقنا وما رح نشتغل شغل برات القانون، وقلنا ما في قتل وقلنا ما في خداع بنوب، رح نعطي تسجيلات للعدالة ورح ياخد جزاء كمان. قديش عقوبة هالشغلة؟ 5 سنين؟ الزلمة ايده واصلة، رح يندى لـ50 واحد من معارفه وهن رح يشهدوا له، وبأحسن الأحوال رح يقعد سنة سنتين بالسجن وبعدين يطلع. ما أنا ما رح أعملها. أنا عملت ذنب مرة واحدة وكرمال زكي وما رح أعيدها. أصلا أنا عم لوم حالي كتير على هالشغلة. أنا ما رح أعمل مثلهم يا بلال، أنا ما رح صير سيء مثلهم. أنا حرقت سنيني مشان فرق بين الحق والباطل، من طفولتي عم أحلم بهي الشغلة، وهلأ رح أعمل نفس الشيء ورح زدت الزلمة ورح يأكل جزاء. القانون هو اللي رح يمشي بالآخر. شغلي ما بستعمله للشغلات السيئة، أنا ما رح صير مثلهم. وأنا هيك رأيي، ما في داعي نعمل هيك شغلات بشعة. نحن عم نساوي هذا الشيء لننتقم وبس بلال. سلموه للعدالة وهن بيعاقبوا يعني. إيه والله يا والله يا والله. هاد الفران جاب الصفيحة، مو انت بتحبها يا بلال؟ ايه. سوربرايز حبيبي، جبت لك سوشي. الاكل لساته تازة، اكيد اكلك برد. خليني فوت بعد لي. بشرفي أنا، مالي ذنب. بيسان شحطتني. مرحبا. أهلين بيسان، ما هيك؟ أنا اسمي بيسان. أنا خلود، تشرفت بمعرفتك. شريف حكالنا كتير عنك. بس هو ما حكالي عنك أبدا.
أنت منيح ما هيك عرفان؟ مثل الحصان. تعال تعال عندي. ليش هيك عابس؟ كأنه حاضر شي جنازة. بالمدرسة عم بيقولوا إنه أبوك رح يموت. شو عم تقول؟ ابني أبوك زلمة قوي، لا تخاف، ما بيموت بهيك حادث صغير. يعني أنت ما رح تموت؟ طبعا ما رح موت ولا. أنت ابني حبيبي، أنت ابني البطل كمان. مثل كل ابن أنت كمان رح تصير نسخة عن أبوك. رح تكون صامد وما رح تقول أي شي لحدا. إذا سألوك مرة تانية أي سؤال رح تضحك من جواتك. ها؟ شو رح تعمل؟ رح تضحك من كل قلبك. ها؟ ما هيك؟ ما هيك ولا؟ هيك هيك ضحك. يلا خليك بطل مثل أبوك. زينة يلا الشوفير عم يستنى تحت، روحي وخدي الولد. ماشي يلا خلينا نمشي. وهيك تقولي شي للضيوف والجيران. طيب هي بكرة من الصبح بتكوني هون. اضحك شوي اضحك. ايه معلم احكي لي. شو بدك احكي؟ عن الرجال اللي لحقونا. شو بهن هدول الرجال؟ ما رح نعمل فيهم شي. استخفينا فيهم كتير لهدول الكلاب. غضنفر بالاول خليني طيب، بعدين رح اطلع من هون بس بلا ما يدرى حدا. نحن ما رح نعمل شي هلا. طيب جبرائيل هو اللي رح يعمل. جبرائيل؟ منيح. البعبع خليه لحقن وياكلن، رح خبره. جبرائيل ما رح يعمل شي ابدا، مجرد انه رح يحكي كل شي للشرطة هذا بكفي. بس هيك نحن هلا مهمتنا نستنى بدون اي كلمة وبالأعماق. فهمتني؟ لك شباك مو هيك بيعملوا أسماك القرش يا غضنفار. لكن سمعت من شريف عن رفقاته من أيام الطفولة وهو ما عم يعرفني عليكن، قلت بعمل مداهمة على البيت. ما قطعتكن مو روحي؟ يعني بس لو أنك خبرتيني وقتها كيف رح تكون مداهمة؟ أنت ما زعلت مني؟ لا تزعل. نحن بلشنا مع السيد بلال ببداية سيئة. أنا بعتذر باسمي بس إلي 10 سنين بعرف شريف وما كنت بعرف إنكن أصدقاء الطفولة. بالأول خليني أقول هالشغلة، أنت غلطان. نحن مو أصدقاء طفولة، نحن أقرب من الأصدقاء. هلأ أنتوا أكيد مستغربين وعم تقولوا من وين طلعوا هدول، بس نحن رفقات من زمان مع شريف. إيه حلو كتير، معناها بظن رح نتفق كتير، أصدقاء القدامى وأصدقاء الجدد. مو حبيبي؟ شريف انت ما اكلت بنوب من هاي يلي فيها فطر. لانه هاي فيها فطر. هو ما بياكل فطر.
لأنه بيتحسس منه. إذا أكل فطر بيحمر كل شيء فيه. وين ما بيأكل فطر بنوب. إيه إذا ما نوب بيصير صغير قاعد يأكل فطر أبصر له كتير أحمر مثل الفطر. الشريف في عنده حساسية من الفطر؟ لا ما كنت بعرف. إيه طبعا في شغلات ما بيعرفها أصدقائه جداد. طيب شريف، تتذكر لما رحنا على باريس منشان دورات الطبخ؟ وقت عملت هنيك سلطة فطر كيف ساويتها؟ تتذكر شو طلعت معه طيبة؟ كثير طيبة. شريف؟ شريف عملكم أكل؟ يكون رحت على دورات البنات ابني. هي مظبوط. معناها أصدقائه القدامى كمان في شغلات ما بيعرفوها. الحياة بدي أسألك سؤال آغا، قل لي مين أنت ولك؟ هو أنا رح أسألك نفس السؤال. إيه قل لي مين بيعرف شغلات ما بنعرفها؟ إيه حبيبي مين أنت؟ إيه شريف الحقيقة مين أنت؟ ما عم يرضى يحكي لنا عن عيلته لنتعرف عليه. أنتوا بتعرفون، يا ريت تحكوا لنا عنهم شوي. مثلا شريف بيشبه أبوه شي؟ لا. أنا ما بشبه أبي بالمرة. أنا طالع لبرا شوي. عارف ليش متضايق؟ ليش؟ لأنه الكل دريو؟ لأنه أبوك بيكون نعيم البلوي يلي بيلعب بالبيضة والحجر. هو حر بتصرفاته. حر بتصرفاته، الحق معك، بس ايه اليوم او بكره بده يطلع. ايه عم قول نعمل شي معه. انت شو قصدك؟ قلي يا اخي. انت مو قلت انه نحن بحاجه للمساعده بهالشغله؟ فعم قول خلي نعيم يساعدنا احسن من الاستاذ كنان، يعني الزلمه خبير بهالشغلات، فخلينا نروح نستقبله. بلال أنا ما بدي مساعدته لأبي ولا عاد يجيب لي سيرته بالمرة. بس ظن سمعتني. إيه سمعتك. هلأ اتأخر الوقت، أنا رح أوصل خلود على البيت وأنت رح اقعد مع ضيوفك. نعم سونيا، ما حدا حوالينا؟ منيح، يعني نظفتوا المكان منيح؟ غيرتوا لهم ثيابهم للولاد وطعميتوهم؟ اي يسلموا. اسمعيني شو بدي اقلك، حاولي باي طريقه تدبري لعبه ساعه للولد، ولما بيجي انا بتصرف. لا خلي رئيس الحرس يهتم فيه. شو يعني كيف بتكون لعبة الساعة؟ ليكي مكتوب بالكتالوج، خليه يشوفه وهو بيتصرف. تمام ماشي، فيك تروحي. طيب يلا.
خير خلود؟ صاير معك شيء؟ لا ما في شيء ابدا. طيب شو رايك بالصدفه تبع شريف؟ حلوه يعني، هي حلوه بس كنت متخيله انه صديقه شريف تكون احلى من هيك. ايه ممكن الناس محظوظين مثلي. بعدين شو هالموديل مزيني حالك كأنه طالع سيارة عروس؟ هاد شعره ولا باروكة؟ لا ولو مو لهالدرجة. ايه هاد كان شعره الحقيقي لا تخاف. بس حلو ما؟ مثل المقشة. المقشة؟ ايه مقشة. قلت لي مقشة؟ ايه مقشة. مقشة شو؟ ايه مقشة. مقشة يا مجنون. بس بصراحة أنا فرحت له من كل قلبي. بالله؟ ايه والله، يعني على الأقل ما بيضل هيك لحاله ومبين عليها أنها بتحبه. ايه وإن شاء الله كمان هو يحب لهالبنت. ما بعرف، مبين عليه صبور تجاهها ومثل ما بتعرفه هو ما بيحب المفاجأة. ايه معك حق، يعني كل شيء لازم يكون منظم. على الأغلب هو كمان بيحبها، وهيك نحنا كمان بنكون شفنا حياة شريف بألف ليلة وليلة. يعني ملخص الحكي، كل شيء صار مبين. الإنسان بيكون بريء وهو نايم، بس مو الكل، في ناس وهن النايمين بيكونوا سفاحين. تذكر يا سعيد، لما بتكون نايم بيكون عدوك عم يتأملك وحاطط بمخه شي. آخر نومي بوعدك رح تكون على إيدي. الخزنة معنا جوا. شريف خليه. لك هذا رح يضل نايم ساعة، إذا فجرت قنبلة ما بيسمع مثل الحيط. شريف خلينا نقتله بقى يلا، ليك الزلمة نايم قدامنا، خلينا نفضي المسدس براسه ونخلص. لك انكرني قد ما بدك، انت بتضل ابنه لنعيم البلوي. ما بصير، ما لقيت الخزنة ولا بالحمام. عجبك الخزنة كمان مو مبينة يا اخي. تذكروا لهذا الحقير، اتذكر منيح مين بيكون هالكلب. رح ياخد جزاؤه، رح سلمه للعدالة ويتعاقب وياخد جزاؤه. انت شو عم تحكي؟ رح ينحبس سنة سنتين وبعدين يطلع، شو هالشغلة؟ لا رح ينسجن أكتر من سنتين ويكونوا 5 سنين و10 سنين كمان، شو بتفرق؟ يا أخي هالزلمة حامل برقبته خطية كتير ولاد. شريف هالزلمة إجا هديك الليلة كان شايف كل شي بعينه وما حكى، وانت ترشيته كتير وقلت له ساعدني وهو ما رضي، ما رضي يساعدك يا شريف. بلال أنا ما فيني أعملها، ما فيني أقتل، فهمني. بس اللي انقتل بيكون أخونا، زكي هو أخونا، لما عاش لحاله طول هالسنين ونحن ما كنا بجنبه وسكت وعاش كل هالسنين من دون ما يفتح تمه بشي، ولما مرة فتح تمه وحكى قوصوا عليه وقتلوه. بسرعة جهزوا غرفة العمليات وخلوا أطباء الجراحة فورا. يلا ماشي فورا. زكي زكي لا تموت زكي. شو قررت؟ مستحيل. لك مو بس نحنا ومو بس انت ومو بس انا ولا هداك الزلمة، هذا البيت فيه خطيط كذا ولد،
على شو عم ندور هون يا شريف؟ مو على دليل الأذى اللي عمله هذا الحقير بالولاد؟ ولساته عم يأذيهم، شو رح تترك هالحقير يعيش؟ وهدنك الولاد إلهم حق علينا كمان. بدك تتذكر الولاد اللي سودت حياتهم وتدمروا مثلنا إلهم حق برقبة هذا الزلمة. هو فوقه. شو هاي؟ هذا نايم فوق الخزنة. شيلوا لشوف. أنت شيلوا. ديبو شيلوا لهاد. شيلوا يلا. تفضلي. قال لك مشان تروحي؟ بس انتي ما رحتي ليش؟ ما فيك تضلي بالبيت حتى لو رحتي. وانا كمان. ميساء اسمعيني، بعرف انك مزعوجة مني. لما جيت على اسطنبول فتحتي لي بيتك وبقيت عندك فترة طويلة، اكيد هلأ عم بتقولي لحالك شو هالحقيرة اللي اخدت مني زوجي. كل شي عملته لاني بحترم ابوكي، لا تحكي معي ولا كلمة. بس لعلمك انا ما اخدت زوجك، انا حبيته غصبا عني. ولهيك ما بقدر روح. لكي أنا كمان هلأ مثلك، مو قدراني روح لأني بحبه. يعني مصيبتنا أنا وإنتي وحدة. صلي 14 سنة وأنا مرته. خليكي مزعوجة مني وزعلي ما بيهمني، ومع هيك أنا مبسوطة كتير الليلة لأنه عرفان صحي. هالشي بيكفيني. اي والله مزبوط بيكفي. لك شف لي هدول، الله عليم من كم سنة عم يجمع فيهم. طيب ديبو سكر لي هالخزنة وخلينا نرجع الزلمة لمكانه ونطلع من هون. لعمة هاي الممرضة؟ ألو؟ إيه نعم؟ إيه؟ هلأ صحي عرفان؟ خود بقى، وهذا التاني كمان صحي. نحن عم نتحاصر يا شريف، إذا ما قتلنا عرفان لهدول هن رح يقتلونا. طيب على الأقل. طيب يا بلال عرفان أنا بدبره، يلا نضب. إيه لحظة طيب انت بعدين بتفتحيه وبتشوفيه لكن مكتوب خاص جدا ومستعجل مرسل لحضرتك إلك شخصيا حضرة القاضي. Thank you.
مشهد. لا تكذب لا تكذب لك والله لا استرجلتك عن حبك والله. سعيد مشان الله سعيد. قلت لك لا تكذب. قلت لك لا تكذب لك. والله لك كسر راسك واسترجلتك. ابو سعيد اخر مرة عم بقول لك والله اخر مرة. بعتوا الظرف للمدعي العام؟ شو ممكن يصير بسعيد؟ مثله مثل غيره. سعيد أكيد رح يتحاكم والباقي مثل ما حكيت لك قبل. بلال، هيك أنت عرفتي هلأ شريف كيف بيتعامل حتى مع عدوه. أكيد هاي موقع بالليل وماني دريان. سعيد بيك؟ نعم. في طلب استدعاء من القضاء لك وعاجل. بستأذن. شبك يا تقبر قلبي؟ ايه امي حبيبتي قولي لي. قلي انت بالاول شبك مهموم ها؟ ما فيني شي. قال ما في شي قال لك الام بتحس عم تفكر بشريف ما؟ لك قولي لا تقعد تطلع فيني هيك ابني انا بعرف. سمعت اصلا الحالة كلها عم تحكي عنه. انت عم تحكي عن ابوه؟ ايه اليوم نعيم البلوة طلع من السجن. شريف رح يروح؟ لا لا وين بده يروح؟ هو من زمان سكر هالدفتر نسي ابوه خلص. اخ اخ يا ديبو الله يرحمه ان شاء الله. ابوك مات بكير كتير يا ابني. انت ما شفته لابوك. الاب مانو شغله بتنتسى بهالسهوله هيك. ولك ان شاء الله بتقبري قلبي يا امي. انت معوطيني عن الدنيا كلها. تقبر قلبي الله لا يحرمني منك يا روح قلبي. لك حتى لو شو ما صار لو كان عديم الشرف وعديم الرحمه بيبقى ابوه لشريف. وحتى إذا عجبه لشريف ولا ما عجبه ليك الأب هو مثل هيك بيضلوا مثل الضفر واللحم ما بيستغنوا عن بعض. والدم عمره ما بصير مي لا تنسى. ولو شو ما حكوا الناس ولو شو ما قال شريف أو حكى بده يجي يوم ومرجوعه لأبوه عن جديد. تذكر رح يجي هاليوم وتقول إنه أمي حكت. لسه حابب تضيف شي تاني؟ قلت لك من قبل هذا افتراء. أنا أبدا ما عملت هيك شيء. بس أنا في دليل بين إيدي هلأ. بيكون في خربطة يا سيدي. سأل عني إذا بدك حقق وشوف كل هالسنين إذا في أي شكوى صغيرة بحقي. أنا موظف دولة من 30 سنة أصلا. كرمال هيك ما ألقيت القبض عليك. هو المفروض كان لازم أسجنك دغري لحتى ما تقدر تغير الأدلة. بس أنا اللي عملته إني طلبتك وعم أخذ الإفادة. شكرا يعطيك العافية. بس من جهة عم حقق كمان.
وبعثت الشرطة على السجن. هذا الدليل اللي حكيت عنه كيف وصل لسيادتكم؟ من مين؟ رح أشوف كل أشكال المحاكم يا سعيد أفندي، فلا تنكش على الفاضي، ما رح أترك ملاحظة القضية. فهمت عليك، طبيعي تقوموا بواجبكم. أنت فكر أنه هدول الأولاد ما لهم حدا؟ ما عم بعمل بس واجبي، أنا بنفس الوقت أب، لا تنسى، أكيد حكي مفهوم. فيك تروح هلأ، وعن قريب رح يوصلك استدعاء المحكمة. شو غبي سعيد، اصحى واسأل حالك مين هدول الناس. سعيد اصحى، اعدائك صاروا قراب منك، حرك حالك. سعيد اصحى، اوعك تنام، اجا وقت الحساب ورح يحرم عليك النوم. نورت سيدي، أخذت قرارك بعدين؟ حكيت مع الجنائية. إيه؟ والإضبارة رح توصل لعندك. تذكرت، شو بدي إلك، بعدين زبط الموضوع عندك إن شاء الله؟ يعني ما بدي إياك تخيب أملي يا رؤوف، توعدني؟ رد علي بتوعدني؟ ألو، أخذتوا المعلومات؟ وعرفتوا شكل الزلمة اللي أطلق النار على سيارة عرفان بعدين؟ حلو هالحكي. إن شاء الله روحها بلا رجعة نعيم أفندي، اعمل حسابك إنه دائماً إلك محل عنا، فهمان نعيم؟ إيه إن شاء الله. في حدا هلا ناطرك برا؟ رجال اللي مثلي ما حدا بينطرهم بالعادة، أنا اللي ناطر حدا وبدي أشوفه.
بس أنا هلأ إجيت شريف. إيه بس لازم روح. أكيد رح تلتقي مع هدوليك رفقاتك تبع الطفولة. شو رح تعملوا هلأ؟ كمان رح ترجعوا تجمعوا فطر من جنينة جاركن؟ الوقت عم بيمر بسرعة وما حدا بيعرف شو اللي مخبالنا، بس الماضي هو اللي بيبقى. كنت عم بمزح، وين رايح؟ لعند حدا جاي من الماضي. حتى لو انك تأخرت عن الماضي، الماضي رح يبقى مستنيك وملاحقك طول عمرك. تذكر. سيد سعيد، سيد سعيد، بظن هيك رح تتأخر على موعدك. بعد شوي عندك موعد مع المحامي تبعك. الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله ما نطرتك كتير. ليش؟ مين قال لك إني نطرك؟ الماضي مو دائما مثل ما بدك. مين حضرتك؟ أنا اسمي شريف وبكون محامي حضرتك. الماضي بيرجع وقت اللي بده. وبعدين رح تعطيه الكاسيت؟ ايه بلا، بس ما رح أعطيه مشان حاكمه، رح أعطيه لصير محامي. معقول؟ معقول هذا أنت؟ اي انا رح اعطيه الكاسيت للقاضي، هو رح يفتح الدعوة. وقت سعيد رح يحتاج لمحامي وانا رح اكون هداك المحامي، ورح اقول له انا الوحيد يلي فيني ساعدك، بس لازم تقلي كل شيء، ورح يقول لي كل شيء ورح يوثق فيني ورح يصدقني ورح يعمل كل شيء بقوله. بس صدقني انا متاكد انه بالاخير رح يندم كثير على اللي سواه ورح يقول لي اقتلوني. شايف دموع عيون اخي هدول الغاليين؟ انا رح اقتله مره ما قبيل كل دمعه، كمان مرة، كمان مرة، كمان تانية، كمان مرة. عندي محامي، ما في إلك لزوم. صح، بس راح فؤاد ترك لي القضية، وإذا بدك رح أتصل فيه، بيعرف انه ما في محامي اشطر مني، لهيك ترجاني كتير وانا قبلت المهمة. يا صديقي انا عم ترجاك بكل ذوق وادب. انت ما لازم تدافع عن سعيد، وحتى بيكون احسن لو انك ما تدافع عن حدا بكل اسطنبول وتقوم تطب اغراضك وتنقلع من هون. يلعنك كلب وطي. اذا اتصل فيك سعيد الحيوان بتقله يلي قلت لك ياه، واذا خبرت حدا بالشي بقتلك. عم تفهمني؟ عم بفهمك. عمالك بأدب وأخلاق. والله فهمت. وقف دقيقة، وقف وقف، خلينا نحكي مع بعض. استنى شوي. طيب والقضية؟
المدعي عم بيلاحقني، ولهلأ ما قدرت أعرف شو في معه دليل. طيب وأنت تعرف أي شيء عن التفاصيل؟ بعرف شوية شغلات. نعم شو غبي. تفضل. سيادة المدعي، شو مبين نافضه للزلمة؟ لا تسأل يا شريف، هالزلمة اللي راح هلا تعرفت شو عامل؟ لا والله ما بعرف، يلا احكي لي. انت ليش حابب تصير المحامي تبعي؟ حابب ساعده لصديقي المحامي، مو اكتر من هيك. واكيد في شغلة تانية كمان ما حدا رح يقدر يخلصك منها غيري انا. الله الله، يعني كل هالقد واثق من حالك انت؟ ايه اكيد، ورح اترك لك كرتي هون، وانت بقى روح اسأل عني واسأل عن كل القضايا اللي استلمتها، ولبين ما تسأل عني بيكون المدعي عم يتقدم بالقضية، وبعدين اذا بدك بتقدر تتصل فيني. استنى لحظة، انا ما بحب الرجال الوقحين اللي مثلك. طب على الاقل صافحني. مو بدك تصير محامية؟ هلأ أنا مستقبلي صار بين إيديك أنت؟ إيه أكيد. خلود، شو في؟ كل الوقت عم حاول اني صلح الامور، عم حاول انه ما حدا يزعل والكل يكونوا مبسوطين، بس ما رح يمشي الحال، رح تصير معنا مشاكل كبيره. ليش؟ انت تركتني ورحت، مو مشكله، شو ما عملت ما بقدر ازعل منك. ما رح تقلعيني ما هيك؟ من صغري وأنا بحبك، ولما الواحد بيتوجع من أول حب بصير صعب إنه يحب مرة تانية، بس عم حاول. أنا من سنين وبكل يوم بكل صباح كل الوقت بذكر حالي يا خلود انت بتحبيه لبلال، بس فجأة انت بتطلع لي من جديد. خلود، بعرف انه حياتك تغيرت كتير، مو مشكلة، انا بعرف انه لساتك بتحبني. الله لحاله بس بيعرف قديش أنا بحبك. و
وبعدين بلاقيك مع وحدة تانية مو مشكلة، وبفرح لك، بفرح لك من جوات قلبي، وبدعي لك يا ربي إن شاء الله يكون مبسوط بحياته لأنه حبيبي. بس بعدين بيجي بدرة من بلال فجأة إنك ما عاد بدك تسلم هداك الزلمة للعدالة، وإنك رح تنتقم منه بطريقة تانية. شو صار؟ خلصنا منه؟ أكيد هلأ بعتوا الفيديو، خلصنا من سعيد ما هيك؟ أكيد شريف رح يزته بالسجن. رح يحبسه ما؟ لأنه شريف رح يصير المحامي تبع سعيد. هو قرر انه يلعب لعبة عليه ورح يخلي سعيد يتمنى الموت. بس مو هو اللي قال انه ما بده يصير مثله؟ خلود انت لهلأ ما فهمتي انه نحن قبل 20 سنة لما طلعنا من السجن صرنا مجرمين مثلهم، وصرنا قذرين كتير، وصرنا متوحشين مثلهم ويمكن اكتر. لكم سنة حاولتي انك تغيري فيني؟ كم مرة قلتي لي بلال انت ما كنت هيك ولد شرير؟ كم مرة سألتيني وينه هداك الولد المنيح؟ بس هلأ صرتي بتعرفي، واللي ما بتعرفي شريف تبعك هذا كمان بيكون واحد مثلي، هو كمان غامض مثلي. أنا وشريف مثل بعض بس أنا بدون طقم، فهمي هالشي؟ أنا وثقت فيك يا شريف، قلت لي إنك ما رح تكون مثلهم وإنك ما تغيرت. أنا وثقت بس فيك يا شريف، بس فيك أنت. أنت طلعت. لا تكملي. أنت طلعت واحد مثلهم. خلص مالك مفر. أنا شو قلت لك يا ابني؟ بتحب ذكرى؟ عم تتضايق من حكيهم؟ ايه. طيب وما فهمت لهلا؟ شو بدي افهم؟ عرفت مين بتكون؟ حاول تنكر قد ما بدك، كون قاضي، كون محامي، كون شو ما تكون، انت بتضل ابنه لنعيم البلوي. خلص مالك مفر، وما بقى تقدر تخلص. وبالآخر نهايتك راح تكون مثلي أنا،
بابا. لسا ما اقتنعت يا ابني؟ ما اقتنعت مين بتكون بالآخر؟ روّي شريف في كتير